أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا الحديث المبارك فيه حث، فيه حض للمؤمنين والمؤمنات على اغتنام الأيام والليالي الفاضلات، صواحب الساعات المباركات. وفي أدلة كثيرة في الشرع الشريف ومتوافرة بكثرة على بيان هذا المعنى الرائق والتأكيد عليه، منها الحث على استباق الخيرات في مواسم الطاعات، يعني إن احنا نغتنم مواسم الطاعات دي بإن احنا نتعرض لها بالعمل الصالح. وإحنا لما بنتعرض لها بالعمل الصالح بنبقى عرضة إن إحنا نقبل العطايا الربانية التي منحها للأمة المحمدية، زي الصلوات الخمس دي، إنه الإنسان يصليها على وقتها ويجتهد في الخشوع فيها ويؤديها بحقها ويصلي كما كان يصلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، وإدراك الإنسان لما في الجمعة من الساعة التي يقبل فيها الدعاء، وإن يوم الجمعة ده يوم طاهر ومن الأيام المباركة رمضان إلى رمضان، ويغتنم المؤمن رمضان خير اغتنام، ويغتنم منه كمان بالذات العشر الأواخر منه ليلة القدر، وبيسعى للاجتهاد في العشر ليظفر بليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ويوم عرفة من الأيام المباركة، وجاي يوم عرفة في مدح الله سبحانه وتعالى لليالي العشر وهذه وأيامها المباركة في شهر ذي الحجة اللي بيؤدي فيه المسلمون ركن العظيم ركن الحج. في كمان من الأوقات الشريفة التلت الأخير من الليل ساعة يوم الجمعة كما ذكرنا، الدعاء كمان، دي كلها المواسم والمواضع والأوقات الشريفة، سواء أزمان شريفة أيام شريفة الشرع الشريف أو أماكن أو أحوال شريفة. الشرع الشريف بيحض المؤمنين والمؤمنات على ضرورة استثمار وقت الإنسان في العمل الصالح، وإنه يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال المباركة، زي مثلا حال السفر، في مواضع السجود عقب الصلوات، عند بر الوالدين وسؤال الدعاء، تسأل إن هم يدعوا لك. كل هذا يدل على نفس المعنى اللي دل عليه الحديث المذكور، وهو اغتنام الأوقات والأزمان والأحوال الشريفة للعمل الصالح فيها، لأن طالما جت إشارة عنها في الشرع يبقى هي مواسم عطايا ومواهب ربانية اللي ممكن تعمله في سنين كتيرة في هذه الأوقات والسويعات القليلة، يتفتح بعطاء الله وبمدد الله الحي الباقي لعبد أخلص في هذه الأيام وفي هذه الليالي الشريفة وفي هذه السويعات المباركة، يعني يعمل عمل صالح ويتقبل منه ويضاعف له الثواب عليه، يقابله مثلا ساعات كتيرة أو أيام أو سنين من الأعمال، لحظة يخلص فيها الإنسان لمولاه سبحانه وتعالى فيستخلص، وإنه يبارك الله سبحانه وتعالى عمله وثواب العمل اللي بيعمله لأنه أخلص لله رب العالمين. وبلا شك إن من تلك النفحات العطايا، يقول نفح الطيب يعني فاح عطره، نفحت الريح يعني هبت هبوبا، لكن هبت هبوب قوي، فالنفحة بمعنى العطية بداية العطايا، ولكن بداية قوية للعطايا. فما تقول يقول لك النفحة من فلان، العطية بداية العطايا اللي بتبتدي بعطية كبيرة، العطايا الإلهية اللي بتمنح للمؤمنين والمؤمنات في هذا الزمان الشريف. من المنح
دي ومن العطايا دي الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة وأيامها المباركة. هي أيام وليالي عظيمة وأوقات شريفة بيستحب فيها من المؤمنين والمؤمنات الاجتهاد في العبادات والمسارعة إلى جميع وجوه البر والخيرات. زي ما ذكرنا في بداية الكلام، قمة العمل الصالح أول حاجة الإنسان يلتزم بيها، إذا ما كنتش بصلي أصلي، وإذا كنت بصلي ولا أجود في صلاتي أجود في صلاتي، بمعنى إن أنا أخشع في الصلاة اللي أنا بعملها. وبعد كده إني الإنسان ما كنتش بزكي أزكي، ما كنتش إن أنا أصوم أو بصوم بطريقة مش منضبطة أبدأ في الصيام قضاء الصيام اللي عليا، لو ما كنتش يعني متلكئ في أداء الفرض في رمضان أبدأ أستغفر الله في هذه الأيام الصالحة وأعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الصالح فيها أفضل من العمل في ما سواها. مش معناه ان احنا نترك الاعمال في سواها، لكن علينا نستثمر ان احنا نكثر اللي ما كنتش بعمله قبل كده في ايام العاديه، اكثر منه في هذه الايام الصالحه لاستثمار العمل الصالح فيها. ولان المولى سبحانه وتعالى بيضاعف في هذه الايام والليالي الشريفه بيضاعف فيها ثواب الاعمال، فلازم تكون اهي وقفه تانيه مهمه للمؤمنين والمؤمنات اللي ممكن يبقى حصل منهم غفلات وغفوات، يرجعوا. ما بصليش صلي، ما ممكن يبقى مؤمن عاصي مكسل في الصلاة، ارجع للصلاة. بصلي ما بصليش السنن، صلي الفرض وأتقن الصلاة وصلي معاها السنن واجتهد في ذلك وافتح على نفسك هذا الباب من الخير. ربنا أقسم استغل الأيام والليالي الشريفة دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه وقال والفجر وليال عشر، ده قسم. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم، وإحنا نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وهي إشارة للمؤمنين والمؤمنات بعظم وبشريف هذا الزمان. فالإنسان عليه أنه يبذل أقصى ما في وسعه في هذه الأيام والليالي الشريفة عشان تكون بداية مش نهاية، بداية لصوالح الأعمال اللي في زمن النفحات، فيتنفح الإنسان تجيله عطية من الله سبحانه وتعالى لا يشقى بعدها أبدا. اجتهد المفسرون في تعيين إيه هي الليالي دي في قوله تعالى والفجر وليال عشر، عشان نشوفوا إيه المقصود بليالي العشر في سورة الفجر. يعني هي ليالي بتوع شهر رمضان ولا ليالي الأول من شهر ذي الحجة؟ إلا إن القول الراجح إنها خاصة بعشر ذي الحج اللي احنا فيها دي. وأورد حتى الإمام القرطبي صاحب التفسير أثرا من حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والفجر، في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال عشر الأضحى، يعني دول مقصود بيهم ليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة وأيامها المباركات. ورد في فضل تلك الأيام في صحيح الإمام البخاري إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لحضنا على العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني الأيام دي معنى الحديث اللي هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، معنى الحديث نستكثر من الخير في هذه الأيام. والصحابة حتى سألوا سيدنا رسول الله لما قال لهم كده، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وعين الجهاد ما فيه أهل فلسطين الحبيبة، ودول ظفروا بالعمل الصالح لأنهم أهل ذكر وبالجهاد في سبيل الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال، وحديث الإمام
اللي رواه الإمام أحمد في مسنده بيوضح كمان العمل الصالح، وهو بيروي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وبعدين قال إيه؟ يعني دي أحب الأيام إلى الله، وأحب الأيام إن المؤمنين والمؤمنات يكثروا من العمل الصالح فيها. فهو قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما الأمة: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني نكثر من الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، نكثر من الحمد الحمد لله، صيغ الحمد والتكبير والتهليل تعم هذه الأيام. يعني ده بيدل في الحديث على استحباب الذكر والتكبير المطلق في هذه الأيام والليالي. يعني إيه التكبير المطلق؟ التكبير المطلق هو اللي بيعم كل الأوقات. يعني إحنا من أول ما دخل العشر الأول إحنا بنكبر بقى ليل نهار، بنكبر، تدخل من أوضة تخرج من مكان، قدر طاقتك كبر وتعلم ولادك إنهم يكبروا. نكبر ونحمد الله سبحانه وتعالى ونهلل بلا إله إلا الله. ودي من السنن المهجورة، إنه لما بيدخل شهر ذي الحجة بينسى الناس إقامة هذه السنة، وهو التكبير المطلق، بإن إحنا نكبر ونهلل ونعلم ولادنا. وحنشوف دلوقتي كيف كان الصحابة الكرام يعني يهللون ويكبرون عند دخول هذه الأيام. طيب إيه الفارق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المقيد هو الخاص اللي بيكون عقب الصلوات المفروضات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق اللي هو رابع يوم من أيام العيد. ده مخصوص بهذه الأوقات. التكبير المطلق إن إحنا حنعمم كل الأوقات بقى بالتكبير والتهليل في هذا الزمان الشريف. ومن ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري إنه كان ابن عمر وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر. طب يخرجوا إلى السوق بيعملوا إيه؟ ويشمعنا السوق الناس بتبيع وبتشتري واللي داخل واللي خارج. فيخرج ابن عمر وسيدنا أبو هريرة يكبران: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبروا، فيكبر الناس لتكبيرهما. يعني كأنهم زي المذياع اللي بيخرج وقت انشغال الناس في الحياة بتاعتهم في الأيام كلها من أول دخول الأيام العشر، فيكبروا اللي بيسميه الفقهاء التكبير المطلق، يكبروا ويحمدوا الله ويقولوا لا إله إلا الله، والناس تكبر بتكبيرهما. وهي من السنن، أأكد، من السنن المهجورة اللي بننسى إن إحنا نعملها. إحنا النهاردة نبدأ، اللي ما كانش عارف يبدأ يكبر في بيته، يكبر في العربية، يكبر في أي مكان. الناس تشيع الذكر وله فضل عظيم، ولله جنود السماوات والأرض. فضل هذه الأيام مبارك وعظيم. طبعا الأشهر الحرم كلها أيام وليالي شريفة بيحب فيها الاستكثار ويستحب الإكثار من العمل الصالح. وفي الأشهر دي شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة اللي بيؤدى فيه ركن الحج. التمس العلماء بعض الحكم، يعني حاولوا يفهموا ليه هذا الفضل، ليه العشر ليالي والتسع أيام وهذه الأشهر كاملة، يعني بالذات شهر ذي الحجة له هذا الفضل. فقالوا لأنها أيام هذه العشر متصلة بالحج، وفي نهايتها يوم عرفة اللي هو يوم تسعة من ذي الحجة، ولهذا اليوم فضل عظيم ومعروف. وكمان مما قالوا فيه، قالوا لأنه هذه الأيام المباركات في شهر ذي الحجة، يعني في هذا الشهر المبارك، أيام متصلة بأداء عبادة الحج،
وبالتالي عشان هي متصلة بيها فإحنا بنأدي صلاة، والناس بتتطوع بالصيام من السنن الواردة، الصيام والزكاة، الناس اللي بتحب إنها طبعا بتزكي وبتطعم، وفيها الحج، قال لك دي برضو بتجتمع فيها أمهات الأركان. وكذلك قالوا لأن بيبقى فيها يوم العيد اللي هو يوم 10 ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر والفرح الأعظم، وده بإتمام ركن عظيم من أركان هذا الدين، وكذلك بفعل شعيرة عظيمة من شعائر تلك الشريعة الخاتمة، وألا وهي شعيرة الأضحية. أما بقى فيها يوم عرفة اللي هو يوم 9 من شهر ذي الحجة، يوم عرفة هو يعني أفضل الأيام عند الله تعالى، وكما هو وارد في صحيح ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. الحجاج هم جايين وفي ملابس الإحرام وجايين شعثا غبرا، جايين مشاوير ورايحين وجايين، لأن العبادة دي هذا الركن العظيم جزء أصيل منه الأسفار والمرواح والمجي، وبيروح يؤدي الشعيرة دي وينتقل من الشعيرة دي للشعيرة الأخرى وهكذا. فجاءوا شعثا، عبادي جاءوا شعثا غبرا، ضاحين جايين في حرارة الشمس الشديدة دي عشان يقوموا بهذا الركن العظيم. جاءوا من كل فج عميق، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة.